بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، أي صلاة عيد الأضحى، ونسك نسكنا، أي ذبح الأضحية بعد الصلاة، فقد أصاب النسك. فالأضحية تذبح بعد صلاة العيد يوم النحر، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. الذي ذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا تعتبر أضحية بل هي شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت، أي ذبحت الأضحية قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. إذا ذبحت قبل الصلاة لا تعتبر أضحية. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. لأن الأضحية إذا كانت من الضأن ألا إذا تم له 6 أشهر يجزئ يوم النحر. الأضحية من الضأن، الجذعة تجزئ وهي التي لها 6 أشهر. وأما إذا كان من المعز فلا بد أن يكون ثني، يعني سنة كاملة. فهذا أبو بردة لما أنه ذبح قبل الصلاة فأذن له الرسول أن يذبح التي عنده وإن كانت دون السن، لكن رخص له ولا يجزي عن أحد بعده. حدث نعم. وإذا كان من الإبل لابد 5 سنوات، وإذا كان من البقر 2 سنين. هذه أسنان الهدي والأضحية. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر عيد الأضحى، ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبح، فقام رجل من الأنصار رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة، أي حاجة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. وتقدم: ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. إذا صلى صلاة العيد ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح رضي الله عنه. فهذا من السنة يوم العيد أن تذهب من طريق وترجع من طريق آخر. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك رضي الله عنه مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء رحمهم الله إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان، يعني بنتان صغيرتان في أيام منى، تدففان وتضربان أي الدف، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه أي متغطي بثوبه، فانتهرهما أي زجرهما أبو بكر رضي الله عنه، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى، يعني أيام التشريق. وأما الغناء محرم لأنه صوت الشيطان. وأما هاتان البنتان صغيرتان وتنشدان أبيات قيلت في الحرب حرب بعاث ليس فيه فتنة، وأصواتها أصواتهما ليس بفتنة لأنهما صغيرتان. وأما غناء الذي عليه الناس فالغناء محرم لأنه صوت الشيطان. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهو الحديث الغناء، الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقر. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. فصلاة العيد ركعتين ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف
قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن الدينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وصلاة الليل ركعتين ركعتين، فإذا خاف طلوع الفجر صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يعني يوتر بثلاث ولكن يسلم بعد الركعتين ثم يصلي ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله عنها، فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها في طول الوسادة، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران. من قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر السورة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، أي قربة معلقة، فتوضأ وأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه ووضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، لأن ابن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والمأموم إذا كان واحد يقوم عن يمين الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم حوله إلى يمينه، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ست مرات، يعني 12 ركعة، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين، يعني سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلاً لواسع، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. إن أوترت بثلاث وإن أوترت بركعة الأمر واسع. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، يعني كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود صلى الله عليه وسلم، ويسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر،
يعني سنة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة، عن بلال رضي الله عنه. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. إذا كان الإنسان يخاف أن يغلبه النوم يوتر قبل النوم، وأما من تعود قيام الليل فيؤخر الوتر، يجعله آخر صلاة الليل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة، أي قبل صلاة الفجر، أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، أي قبل الفجر، وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي بسرعة، كان لا يطيل في سنتي الفجر. وورد أنه يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد في سنة الفجر. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، يعني كان أحياناً يوتر أول الليل، وأحياناً يوتر وسطه، وفي الآخر كان يوتر آخر الليل، السحر آخر الليل، لأن الثلث الأخير من الليل ينزل الله جل وعلا نزولاً يليق به إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل وأعطيه، إلى طلوع الفجر. فالثلث الأخير من الليل وقت إجابة الدعاء: اللهم وفقنا لطاعتك. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. فينبغي للمسلم أن يأمر أهله بالخير. باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الداب. إذا كنت مسافر صلي الوتر وأنت راكب على دابتك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت، أي عن الراحلة، وأوترت، يعني على الأرض، ثم لحقته، أي لحقت ابن عمر، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، نزلت عن الراحلة وأوترت في الأرض. فقال عبد الله رضي الله عنه: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. إذا كان مسافر
يصلي الوتر على الراحلة يشير بالركوع والسجود. باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء يعني الركوع والسجود بالإشارة، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، أما الفرض فكان ينزل على الأرض ويصلي ويوتر على راحلته صلى الله عليه وسلم. باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. فالقنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة يقنتون حتى يفرج الله عنهم في الأوقات كلها. وأما الوتر فورد حديث عن الحسن بن علي رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في الركوع: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على نبينا محمد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على قوم قتلوا القراء، وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء أي قدر 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم، يدعو على أولئك المشركين الذين قتلوا القراء رضي الله عنهم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، قبائل رعل وقبائل ذكوان، يدعو عليهم لكفرهم وتكذيبهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر، يعني قنت شهرا في الأوقات كلها يدعو على المشركين الذين قتلوا القراء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء أي طلب المطر من الله عز وجل. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، خرج إلى المصلى مصلى العيد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي أي يطلب المطر من الله، وحول رداءه تفاؤلاً أن يغير الله الحال من جدب إلى خصب ورخاء. فالأمر كله بيد الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يطلب المطر من الله وهو لا يملك شيء،
إنما الأمر بيد الله، يدعو الله ويستسقي ويسقيه الله جل وعلا. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني دعا الله عز وجل أن يجعل على المشركين 7 سنين قحط وجذب ك7 سنين التي في قصة يوسف عليه السلام. حدثنا قتيبة، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيع، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. هؤلاء كان المشركون يؤذونهم، فدعا الله عز وجل أن ينجيهم من شر المشركين. اللهم اشدد وطأتك على مضر، أي اشدد أخذك على قبيلة مضر لشركهم وعنادهم. اللهم اجعلها سنين كسن يوسف، اجعلها جذب وقحط 7 سنين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، قبيلة غفار غفر الله لها، وأسلم قبيلة أسلم سالمها الله، لأنهم أسلموا وآمنوا. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح، أن يدعو في الصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدباراً، أي كفراً وعناداً، قال: اللهم 7 كسبع يوسف، أي ابتليهم بالقحط والجذب 7 سنين لعلهم يتوبوا ويرجعوا. فأخذتهم سنة، أي جذب، حصت كل شيء، أي أكلوا ما عندهم حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف من الجوع والقحط، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع بسبب الجوع. فأتاه أبو سفيان وكان مشركا في ذلك الحين، ثم أسلم يوم الفتح. فأتاه أبو سفيان وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم، هذه أمور قد وقعت ومضت. الدخان يعني حينما أصابهم القحط والجذب، فكانوا إذا رفعوا رؤوسهم إلى السماء يرون الدخان من الجوع. والبطشة هي يوم بدر، أهلك الله المشركين، قتل منهم 70 وأسر 70، الحمد لله. واللزام العذاب الذي وقع بهم، وآية الروم، الله سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين. الله عز وجل جعل الروم يغلبون الفرس، الروم نصارى والفرس مجوس، وذلك قد مضى ووقع. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض
يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يعني يثني على الرسول عليه الصلاة والسلام. يستسقي الله فالله يسقيه. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، أي يطلب من الله المطر، فما ينزل حتى يجيش كل ميذاب، ما ينزل من المنبر حتى يسيل الماء بقدرة الله تعالى، يستجيب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأبيض: يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى وعصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. أبو طالب مات مشركا ولكن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، يعني يطلب من العباس أن يدعو الله. كان عمر رضي الله عنه إذا أصابهم القحط يطلب من العباس أن يدعو الله. أهل البدعة يحتجون بهذا بالتوسل ولم يبينوا الواقع. فعمر طلب من العباس أن يدعو الله، يعني توسل بدعائه لا بجاهه، ما قال اللهم بجاه العباس، بل طلب من العباس وهو حي أن يدعو الله. فأهل الباطل يغلطون. كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، يعني يطلب منه أن يدعو الله، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا في حياته فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. العباس يدعو الله، الله يستجيب له جل وعلا، يعني بدعائه لا بجاهه. استسقى الغمام بوجهه، أي بدعائه. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال: حدثنا وهب قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: عبد الله ابن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى مصلى العيد فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان. عبد الله بن زيد يعني هو الذي رأى الأذان في المنام، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، مازن الأنصار، يعني عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في المنام غير هذا، هذا عبد الله بن زيد وذاك عبد الله بن زيد، لكن ذاك جده ابن عاصم. فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين، يعني رجاء أن الله تعالى يغير الجد والقحط بالخصب والرخاء تفاؤلاً. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
واختلف في حكمة هذا التحويل، فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه، يعني أن يحول الله تعالى الجد والقهط إلى الخصب والرخاء. باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً وقال يا رسول الله هلكت المواشي أي من الجوع وانقطعت السبل أي بسبب الجد، فادعوا الله يغيثنا. يوم الجمعة والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع جبل من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، يعني مثل الترس الذي يأخذه الإنسان في يده يدفع ضربات العدو، يعني قطعة صغيرة من السحاب. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس سبتاً، أن أسبوع كامل المطر ينزل. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائماً فقال يا رسول الله هلكت الأموال أي بسبب السيل وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، أي اجعل المطر حولنا لا علينا، اللهم على الآكام الجبال الصغار والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي إلى الشمس نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. وهذا من دلائل النبوة، استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال أي من الجوع وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين سلع اسم جبل من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، يعني مدورة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً من أسبوع كامل. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة
فرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا أي اجعل المطر حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب الجبال الصغار وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت أي انحبس المطر وخرجنا نمشي الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري هو الأول أو غيره. الله عز وجل قال أدعوني أستجب لكم. باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا ومطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا. يعني الله عز وجل أنزل المطر سبحانه، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. دلائل النبوة، استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي أي من القحط وتقطعت السبل، فدعا ومطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة أي ذهب السحاب عن المدينة انجياب الثوب كما يلف الثوب. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت المواشي أي من الجوع وانقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت أي السحاب عن المدينة انجياب الثوب. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة، وأما حينما خرج إلى المصلى حول رداءه. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمر معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. إذا طلب الناس من الإمام أن يستسقي ينبغي أن
يجيب ويستطيع الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعوا الله فدع الله ومطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت أي السحاب عن المدينة انجياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام أي تأخروا. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة أي قحط وجد حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان يعني كان مشركا في ذاك الحين ثم أسلم يوم الفتح فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ثم أنهم أصروا على كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر قتل 70 من رؤساء المشركين وأسر 70 والحمد لله رب العالمين. قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم 7 أيام وشكى الناس كثرة المطر. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله أحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا 2 وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى ولما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم. الجمعة الأولى جاءوا يطلبون والآن الله أكبر. ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة يعني ذهب السحاب عنها فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل يعني مثل التاج وسطه فارغ وحوله محيط به. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري خرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى 2 يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان
قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا جاب الله دعاء. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يجهر بالقراءة في الاستسقاء. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى مصلى العيد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى أي مصلى العيد يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال الرداء جعل الطرف اليمين على الشمال والشمال على اليمين قلب رداءه تفاؤلا أن يقلب الله الحال من القحط والجذب إلى الخصب والرخاء. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله وهو البخاري ابن زيد هذا مازني من بني مازن والأول كوفي وابن يزيد. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال يا رسول الله هلكت الماشية أي من القحط هلك العيال هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق أي من كثرة الأمطار. وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ: واختلف في معناه، بشق اختلف في معناه، ووقع في البخاري بشق أي مل سئم، وحكى الخطابي أنه وقع فيه بشق اشتد أي اشتد عليه الضرر، وقال الخطابي رحمه الله: بشق ليس بشيء وإنما هو لثق، يعني بلام ومثلثة بدل الموحدة والشين، يقال لثق الطريق أي صار ذا وحل، ولثق الثوب إذا أصابه ندى المطر. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. رفع اليدين في الدعاء ورد في أحاديث أخرى: إن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فرفع اليدين في الدعاء تذلل أمام الله جل وعلا. باب ما يقال إذا أمطرت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كصيب المطر. قال غير: صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد وابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع.